إذن ننتقل إلى أولى فقرات حلقة الليلة مشاهدينا، وعلى بركة الله نستهل فقراتنا بإعلامي المستقبل، هذه المبادرة التي يقدمها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الإعلامية الصغيرة وتنميتها لتبصر النور بحرفية وإتقان. لمحة مفصلة عن هذه المبادرة نتابعها معا في هذا التقرير من إعداد الزميلة بالتأكيد عبير جلال. من أجل اكتشاف المواهب الإعلامية لدى الناشئة من طلبة وطالبات المدارس وتوعيتهم بالدور التنموي للإعلام، نظم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام النسخة الثانية لمبادرة إعلامي المستقبل، والتي تأتي تزامناً مع العطلات الصيفية للمدارس، وذلك في الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى 9 من أغسطس المقبل، وبمشاركة 50 موهوباً من البنين والبنات من ذوي الفئات العمرية من 10 وحتى 16 عاماً. في بداية أول يوم في هذه الدورة أو في هذه الورشة نعلمهم أن هذا الجهاز يعني مساحات كثيرة للاستخدام، نعلمهم كيف يصينون أعمارهم في هذا الجهاز. اليوم من يوم الثاني أو من ابتداء من اليوم نبدأ نعلمهم التصوير والمونتاج، شو إمكانيات الكاميرا الموجودة هذه، شو الطرق اللي ممكن يستخدمونها والأجهزة الثانية اللي يستخدمونها عشان يحسنون من جودة الصورة ومن جودة الفيديو. يتضمن برنامج المبادرة سلسلة من ورش العمل النظرية والتطبيقية، والتي يشرف على تقديمها عدد من المتخصصين والإعلاميين من ذوي الخبرات في المؤسسة، حيث تتناول وفق أسابيعها الأربعة المقسمة مختلف المواضيع في المجال الإعلامي، منها التربية الإعلامية والتقديم التلفزيوني والتصوير والمونتاج عبر الأجهزة الذكية ومهارات الصوت والإلقاء والتصوير التلفزيوني والإضاءة ومهارات العمل الإذاعي وبرنامج صباح الشارقة والإعلام الرقمي ومهارات العمل الإداري والرسم بالجرافيك. دشيت هالدورة عشان أتعلم كيف أني أقدم برامج وشي، وتعلمت التصوير واستفدت من هالموضوع لأن أنا صراحة ما كنت أعرف كيف أصور عدل وشي، تعلمت أجزاء التصوير وكاميرات وشي، وأتوقع بتفيدني يعني في المستقبل. والأسبوع الثاني تعلمنا كيف تحافظين على تلفونك، التلفون يعني كيف تحافظين على التلفون وكيف تركبين أشياء على التلفون، كيف تحسين جودة التلفون، كيف شي يعني هالأشياء الكاميرا. أنا شو تعلمت من هالدورة إن كيف يسوون الكاميرات وكيف من وراء الشاشة يعني يشوفون الأشياء. أول مرة أعرف نركب آيباد في ستاند، وهم الناس عملوا حاجات جميلة وأنا عاوز أشارك معهم وأعمل حاجات زي كده. يقسم المشاركون إلى مجموعات تدريبية تعمل بالتناوب وفق المواضيع المطروحة للدورة، بهدف تحقيق الاستفادة والممارسة العملية وخلق الفرص الإبداعية التحفيزية والتنافسية الإيجابية لاستكشاف مناطق الإبداع والتميز لدى جميع المنتسبين. أنا في دورة صباح الشارقة وتعلمت في هذا الأسبوع إنه كيف أختار المجالات المناسبة وما أكررها أكثر من مرة. الحين في الدورة نحن تعلمنا عن التصوير، كيف نتصور، العلامات بالانس والوايد بالانس، تصوير الألوان، كيفية المذيع إنه يلغي الأشياء، فلازم يكون عنده مهارات يكون عنده ثقة في نفسه. هذا الأسبوع كنا في صباح الشارقة، برنامج صباح الشارقة، كمان عم نتعلم كيف المذيعة تقدم، كيف الإخراج الإنتاج، لكن بصورة عامة يعني. دخلت ورشة التصوير والتصميم، في التصميم تعلمت الألوان الأساسية وتعلمت كيف أصنع الإعلانات. بعد ما دخلت وتعلمت إزاي أصور وإزاي يعني أحط الكاميرا على الستاند بفكر أطلع مصور، ما أحبش أطلع يعني مذيع. مبادرة إعلامي المستقبل تأتي في إطار رؤية مؤسسة الشارقة للإعلام لدعم وصقل وتنمية المواهب الإعلامية الواعدة، بهدف تأسيس جيل من القيادات المستقبلية الشابة القادرة على صياغة المشهد الإعلامي بكفاءة وجودة.